اول حاجه بغي ننقل اللاعبين على هذا الفوز هذا وعلى هذا كنبغي ننقل اللاعبين وكنبغي نهنئ الجمهور حتى هما اللي جاوا كيتفكلوا المقابله كيجوا الحمد لله كيأزرونا بكثافه كنبغيو نهدوا لهم هذا الفوز هذا وتنبغيو نشكروا حتى الفريق ديال يوسفات برشيد اللي قدم مباراه هما كبيره وما كانش خاسم اللي سهل بالعكس عندهم دي زاليمون تبارك الله اللي كبار وفوالا دونك حنا الحمد لله كحنا عندنا اي ماتش خصنا نربحوه خصنا نكونوا خصنا نبقاو في التيت ديال الكلاسمون من عليا اول حاجه كما قلت لك البيت اللي تماركي عليا يعني اي بيت تماركي عليا تنقول خصني نحبسو واخا يكون بيت انكرويابل ولكن خصك تقول بلي حيت انت تما بتجبد اي كره فهمتيني ولكن هذه هي الكره القدم هذا البيت اللي تماركي عليا عطاني طموح كبير باش نزيد نخدم باش نحيدو ان شاء الله المره الجايه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.